ميشيل حايك يفجر مفاجأة بجريمة كبرى واغتيال يحرك الشارع العراقي وخلايا إرهابية بتوصل لأهدافها. أهلا بحضراتكم معنا في قناة الأبيض وحلقة جديدة وخطيرة من أهم توقعات نوستراداموس العرب ميشيل حايك وأهم وأخطر توقعاته للدول العربية. بفكرك قبل ما تكمل الفيديو ياريت تعمل لايك عشان يوصل الفيديو لكل متابعي التوقعات في العالم، ولو أنت جديد معنا ياريت تشرفنا بالاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات أول بأول. ميشيل حايك بيتوقع أن من جديد بيظهر اسم الخرافي على الساحة الكويتية، وقضية قانونية ذات صلة بشخصية كويتية هتكون خارج الكويت بتتحاط أمام قرارين خطرين. بيقوم رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم بعمل استثنائي لإظهار حقائق خلال كشف المستور وصنع المخططات من صنع إحدى الدول هدفها إثارة الفتنة في الكويت. تبادر الكويت لأيام بخطوات هادفة لإزالة حواجز الغربة والتباعد بين سوريا وبعض البلدان العربية، استبعاد مؤقت لرؤوس كبيرة عن المنتدى السياسي، الماء يحاصر الكويت، طائرة لها علاقة بالكويت بتثير الجدل وما قصة هذه الطائرة، أمير الكويت بيقاوم بصلابة، سيفوز ولي العهد الكويتي في أكثر من امتحان وبعكس النتائج. كمان بيتوقع أن بسرعة قياسية بتتكون خلايا إرهابية وبتوصل لأهدافها للأسف، وده في البحرين. بيزدحم بحر البحرين بقطع عسكرية وبيرافقها حالة من التأهب، عفو ملكي عن بعض الموقوفين ووجوه نسائية بحرينية من الصف الأول، تعديات على وجوه ذات صلة بالدبلوماسية البحرينية وخرق لوسيلة إعلامية. كمان بيتوقع أن حدث بيحبس الأنفاس على أحد مطارات ليبيا، وعملية بتتروح بين الخطف والتغييب من الدرجة الأولى والمخطوف شخصية محورية بالمسار الليبي. كمان بيتوقع أن من جديد بيلاحق الخطر أحد أفراد عائلة معمر القذافي، ومن قلب مشاهد النار والدمار راح تمتلئ الصحراء الليبية بالسياح الأجانب. القضاء الليبي بيطلب النجدة. من بين الألغام بيعبر المشير حفتر مرحلة المساومة على ملف الرئاسة، عملية خاطفة لإزالة أحد المرشحين من سباق الرئاسة. بيخوض سيف الإسلام معركته الرئيسية بظهر مكشوف برغم حظوظه الكبيرة والعالية، فبيبقى معدل الغدر كمان عالي. بيتوقع كمان ميشيل حايك خطوات تغييرية مكثفة وجريئة بيقوم بها الملك محمد السادس ملك المغرب، ولا يعمل للخطر حساب لأن هدفه أكبر من الخطر. السوق العقارية والحركة العمرانية إلى ازدهار، وبتضع الاستخبارات يدها على مخطط خطير واللي بيهدف إلى تدمير تركيبة الحكم المغربي. إنتاج سينمائي مغربي بيرسم رسم التكريم فوق السجاد الأحمر. الجمال المغربي بيتكلل بالغار. رغم العاصفة بين المغرب والجزائر هنشوف بداية نسج خيوط بيضاء بين البلدين. وكمان بيتوقع موجة حزن على شاطئ مغربي وإصابة بجسم القضاء المغربي. بيتوقع كمان أن العين الحاسدة بتصيب رئيسة الوزراء التونسية وبعض وزيرتها، وضبط كميات ضخمة من المتفجرات والأسلحة المعدة لتنفيذ مخطط تخريبي في منتهى الخطورة. الرئيس التونسي بين قراراته في قرار بيخصه شخصيا بيسقط على رأس الجميع مثل العاصفة. بيتأرجح الرئيس التونسي بين عارضين، عارض صحي وعارض أمني. وزيرة العدل التونسية بتواجه بشراسة ولا تخاف من خطر، وبتقلب الطاولة بملفاتها على رؤوس الجميع. بتتصدر شخصية عسكرية تونسية قيادة المشهد التونسي. الغنوشي فجأة بيفاجئ الجميع ولا يستثني أحد، وفي المقابل مفاجآت ضخمة بانتظاره. ثورة وثوار بيولعوا أحد شوارع تونس. إعلان تونس بلد للحرية والفن والجمال. من توقعات ميشيل حايك أيضا أن مع كل محاولاته لتسوية العلاقة بين البلدين هنشوف أثار جزائرية على شخص الرئيس ماكرون، والشارع الجزائري مساحة للرفض والمساءلات والانتفاضات
وبتهب رياح التغيير في صفوف العسكر الجزائري، وشخصية عسكرية بتلقط الإشارة. موجة قلق حول الرئيس الجزائري وصدمة في البرلمان الجزائري، وشخصية مرموقة تدخل السجن. كمان بيتوقع ميشيل حايك ان بيتلقى الحوثي رسالة، وكل الرسائل ان الآتي اعظم، وظهور مفاجئ للحوثي خارج مربعه الامني المعروف. من مرحلة مكانك امشي لمرحلة ساعة الصفر الحاسمة بموقع استراتيجي محدد. بالليلة وضحاها هدية يمنية بتضج العالم وبتفتح أبواب المرحلة الجديدة. إذا مش بصنعاء بمطارها، حدث الأحداث بيقلب كل المقاييس والمواجهة وردات الفعل. اختراق في انتظار التحالف العربي لأجل اليمن. كمان بيتوقع ميشيل حايك إن مش راح يبقى القصر الجمهوري السوداني وحرمه خارج المعركة، وداخله راح يشهد حدث مثير. صمود البرهان والمجلس الانتقالي واللي معاه صمود مؤقت. حمدوك رئيس الوزراء محور الأحداث بتقبلوا التوقعات والواقع. اغتيال سوداني يشكل مفعول رجعي لبعض نواحي الثورة. هستيريا عسكرية وبلا ضوابط في أحد شوارع السودان. انتكاسة من العيار الثقيل في أحد أيام الإعلام السوداني. بيتوقع كمان ميشيل حايك إعصار أرثوذكسي كنسي شعبي في لبنان، والنتائج حساسة. الخطر بيلاحق وجوه إعلامية ومقدمي برامج. موجة استنكار في خلدة أعنف من أي حدث سابق، وقرار شجاع لطلال أرسلان. أعمال مشبوهة بتخض المناخ الزحلاوي. بحر من قطع عسكرية في بحر لبنان وسوريا. حدث في سجن رومية وبعض السجون في لبنان. حادث لشخصية بارزة في صيدا. مسلسلات حوادث أمنية بين سور وصيدا مستمرة. محمد رعد عكس السير بدون بوليس التأمين، ومحاولات اغتيالات لرموز ذات صلة بحزب الله. زيارات مفاجأة لحزب الله بتحبس الأنفاس. أما ضحايا الطيونة فلن يبقوا أيتام. أمام الرئيس عون معمودية نار بين صيبة عين أو رصد أو برج قوي. سيبقى الرئيس عون في العهد، وبعد العهد هيبث موجات سلبية على أعدائه وحلفائه، وكما أيضا على القوات، كذلك على حزب الله، مرورا بنبيه بري. كمان بيتوقع ميشيل حايك من أخطر توقعاته تشييع جماهيري في شوارع العراق، وخطوات واسعة لرغد صدام حسين. جريمة كبيرة بمطار بغداد، واغتيال ديني يحرك الشارع العراقي، وخضة بسجن عراقي، وضجيج عالمي حول الآثار العراقية. دي كانت أهم وأخطر توقعات الدول العربية سريعا لميشيل حايك لعام 2022. بندعي ربنا أن كل التوقعات الإيجابية هي بس اللي تحصل، وكل التوقعات السلبية ما تتحققش أبدا يا رب العالمين، ويعم السلام والخير كل شعوب والبلدان العربية والإسلامية إن شاء الله. بشكركم جدا على حسن متابعتكم. ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك في القناة. أشوفكم بكرة على خير، ودمتم بكل الخير والحب والسعادة.